الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا موضوع هو الأهم وهو المهم، ألا وهو التوحيد. التوحيد في الحج، كل إنسان عاقل يدرك أنه ما خلق في هذه الدنيا عبثا، وإنما خلق لمقصد معين، والله تبارك وتعالى بينه. وبين أهميته وفضله ومكانته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي لأجل أن لا يعبدوا إلا الله، لأجل أن يحققوا لا إله إلا الله، لأجل أن تكون الأعمال التي تعملها امتثالا لأمر الله ورغبة في طاعة الله وخوفا من عقاب الله. وهذه العبادة، وكانت مهمات الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أن ينبهوا قومهم ويبلغوهم بالهدف الأسمى. فكانوا يقولون لهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم سيد البشرية والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل الإنسان يدرك أهميته وقيمته في هذه الحياة، وهو أن أعماله يجب أن تكون لله: صلاة، زكاة، صيام وحج، وهو موضوعنا. الحج مظهر مشتمل على التوحيد في كل جزئياته وفي كل تصرفات الإنسان. في الحج ينبغي أن تكون توحيدا لله، فتكون أعمالك أيها الإنسان خالصة لوجه الله، من جمعك للمال الذي تريد أن تحج به، ثم تأهبك للسفر للحج، ثم بدؤك بالإحرام ومسائله التفصيلية، ثم انتقالك إلى الوصول إلى مكان الحج وهو هذا البيت، وما تعمله من الطواف ومن السعي ومن المبيت بمنى والذهاب إلى عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والنحر، فأعمالك كلها لا بد أن تكون مخلصاً فيها لله، موحداً في قصدك وعملك.
وسنتناول هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله على مدى الثلاثة الأيام، هذا اليوم ويومان بعده بعون الله تعالى وتوفيقه. والله جل وعلا جعل لأداء هذا الركن الخامس مكانا وزمانا لا يعد في غيرهما، فزمانه هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومكانه هذه البلدة مكة التي اختارها الله وميزها يوم خلق السماوات والأرض وجعلها حرما، وحرم فيها كثيرا من المسائل المباحة في غيرها حراسة لها وتطهيرا وحماية لها وتقديسا. فالله جل وعلا وضع هذا البيت وهو أول بيت وضع للناس، وسمعتم فيما تلاه علينا الإمام الموفق جزاه الله خيرا قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله تعالى جعل هذا البيت يوم خلق السماوات والأرض، واختار هذا البلد ليكون هو الحرم، وحج هذا البيت أبونا آدم عليه السلام والأنبياء بعده، واندثر بفعل وتأثير السيول والعوامل الطبيعية، عوامل التعرية بأمر الله تعالى وتقديره. فأرسل الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام واختاره ليكون إماما للناس، وقال له: إني جاعلك للناس إماما، وكلفه بمهمة البحث عن هذا المكان، وأرشده إليه، وجاء إلى هذا المكان ومعه ابنه الرضيع إسماعيل وأمه، ووضعهم في هذا المكان وتركهم حتى إذا كبر إسماعيل جاء. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فهداه إلى مكانه وبين له أن هذا الابن سيقوم معك بتشييد هذا البيت، ولكن المهمة الأعلى والأعظم هي التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
طهره من الشرك والوثنية. وهذا هو الأساس الذي من أجله وجد هذا البيت بالعبادات المتنوعة التي سنذكرها إن شاء الله. ثم بعد هذا كلف إبراهيم بالبناء وعهد إليه بالبناء هو وابنه إسماعيل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقام بمهمة البناء ويساعده ابنه إسماعيل لأجل تطهيره وتهيئته للعابدين لله بأنواع العبادات من الطواف والاعتكاف والصلاة المتضمنة للركوع والسجود. ولما تم البناء أمر الله تعالى إبراهيم بأن يؤذن في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأتيتم أنتم كلكم ومن قبلكم إلى عهد إبراهيم، أتيتم بناء على هذا النداء. سمع إبراهيم من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ومن تناسل بعدهم إلى يوم القيامة، فالذين جاءوا ومنهم أنتم جاءوا إجابة لهذا النداء، فأذن واستجاب من استجاب ممن كتب الله له السعادة ووفقه للخير، جاء لأجل أن يحج. أنتم الآن هنا ومن معكم في هذه السنة والذين سيتكاملون إلى يوم عرفة، كلكم ستجتمعون لأداء نسك الحج، أتيتم وقد تركتم الأهل والأولاد والمال وزينة الحياة وتحملتم المشقة البدنية وبذل المال ومفارقة الأهل والأوطان، لماذا؟ أتيتم ترجون رحمة الله، أتيتم لتشهدوا منافع لكم وتذكروا اسم الله في أيام معلومات بدأت اليوم، الأيام المعلومات بدأت اليوم، تذكر الله وذكر الله هو الثناء على الله بجميع أنواع الأذكار من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وتلاوة القرآن وغيرها. لكن السؤال الذي يجب أن يسأل كل واحد منكم نفسه عنه هو: لماذا أتيت للحج؟ أتيت لأعبد الله بهذه العبادة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فأتينا لأجل هذا، لأننا نريد رضا الله ونريد التطهر مما علق بنا
في سالف أعمارنا ونطرح أمام الله بالتوبة والاستغفار، فتكون مناجاتنا ودعاؤنا وصلاتنا وطوافنا وسائر أعمالنا وتحركاتنا كلها لأجل الله، مع ما فيها من التعب والإجهاد والمشقة وبذل المال، لكننا ننتظر التعويض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني أنه يعود نقياً سليماً من جميع الذنوب والخطايا التي علقت به منذ بلوغه إلى هذه اللحظة. إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا أمر يدركه أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، ويكون حجهم ليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه شرك، وإنما يكون لله خالصا. وهذا هو الحج المبرور، هذا هو الحج الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لا أن يتحمل الإنسان التعب والمشقة والخسارة المالية ثم يعود كما جاء، فإن هذا لم يحج، وهذا لم يفهم المعنى المقصود من الحج. فإن الله تعالى إنما شرع هذه العبادة المشتملة على أعمال وتصرفات وحركات وتنقلات متنوعة لا تعمل في غير هذا المكان من أجل التعبد لله. فأنت عندما تحرم بالميقات تلاحظ أنك تخلع ملابسك وتغتسل وتتطيب وتزيل أدرانك ثم تلبس ملابس أخرى على غير ما اعتدت لبسه في بلدك، لباس يختلف في شكله وطريقة لبسه على غير ما كنت تعتاده في حياتك اليومية، ومع هذا تجد من نفسك الرغبة والحرص على أداء هذا العمل، ولا إشكال عندك ولا غرابة، لأنك تعبد الله بهذا العمل، وهذا التوحيد، هذا هو التوحيد لله. منقاد أنت لربك ولم تقحم عقلك واستفساراتك لأجل أن تعترض عليها أو تقدم أو تؤخر، وإنما تستسلم لأمر الله، وهذا هو الانقياد لله، وهذا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فلو أن الإنسان يريد أن يعمل عملاً معيناً لا بد أنه يسأل: لماذا هذا هكذا؟ ولماذا نعمل هكذا؟ وهذا غير مناسب. لكن فيما هو عبادة لله عليك أن تفهم الحكم الشرعي وعليك أن تطبقه كما جاء، سواء أناسب مزاجك ووافق هواك أو كان مخالفاً لذلك، لأنك عبد والعبد عليه أن ينقاد لعابده، العبد ينقاد لمعبوده، فالعابد لا بد أن يكون منقاداً للمعبود. وأنت عليك أن تدرك أن أوامر الله وأحكامه وشريعته
إنما هي مبنية على حكمة، لأن من أسماء ربنا جل وعلا الحكيم، فلا يمكن أن يأمرنا أو ينهانا عن أي شيء يخالف مصلحتنا، بل جميع الأحكام الشرعية بما فيها مسائل الحج هي لصالحك أنت أيها العبد، لأن ربك جل وعلا حكيم وحكمته اقتضت هذا الحكم، فعليك أن تنفذه وأن ترغب في ذلك وتنقاد، ولا يكون عندك إشكال أو تردد في التنفيذ، لأن الذي أمرك عليم وحكيم وخبير جل جلاله في أحكامه وفي علمه وفي خبرته. إذا عرفنا هذه المسائل فإننا نلاحظ أن الإنسان أول ما يبدأ في أعمال حجه يختار من ماله أطيبه لينفقه في رحلته التعبدية، فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أن يكون ماله حلالا، وأن يتخير من ماله أطيبه، لأن هذا المال سينفقه في عبادة يتعبد بها لله، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فالريال الذي تشتري به رغيفا أو تشتري به شرابا من ماء أو غيره لا بد أن يكون طيبا، لأنه لتغذية هذا الجسم الذي سيقوم بأعمال يتعبد بها لله. وإذا أراد أن يختار مركبا فليختر المركب الصالح الذي لا يشتمل على شيء من المحرمات، فيكون مركبه سليما ليس فيه شيء من المخالفات الشرعية، فلا يغصب مركبا ولا يركب على راحلة من سيارة أو طائرة وهي تشتمل على محرمات من غنى أو غيره. وإذا ابتلي بمثل هذا فليصرف سمعه وبصره عن الاستماع والرؤية، وإن كان يجد غيرها فلا يركب فيها. ثم إذا وصل إلى المواقيت، وهي المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، فإنه يستشعر أنه سيتغير ويغير أوضاعه، وهو يعمل هذه الأعمال وهو يتحرى ويترقب أن يطيع الله، ليس لأجل أن تلتقط له صورة تذكارية، ولا لأجل أن يتكلم الناس عنه بأن فلان سيحصل على لقب الحاج ويتميز بين قومه ونحو ذلك، وإنما الذي يدور في خاطره هو هل سيتحقق له رضا ربه جل وعلا فيفوز بهذا العمل أم لا، فيجتهد في إخلاص العمل لله وأن يكون العمل صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فإذا كان في الميقات يبدأ بنزع ملابسه التي علفها واعتاد عليها،
ثم يغسل ظاهر جسمه، يقلم أظافره ويزيل الشعر المطلوب إزالته كشعر العانة والإبط وجز الشارب. ولكن مع هذه الأعمال يجب عليه كما نظف الصورة الظاهرة أن ينظف الصورة الباطنة، وهي أن يفتش عن قلبه وعما فيه من الغل والحسد والحقد والكراهية وحب الشهوات المحرمة، فيجب أن ينظف قلبه ويغسله بالتوبة والإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والتوبة إلى الله جل وعلا عما يتذكره وعما لا يتذكره مما مضى عليه السنوات التي مضت ونسيها وهو لا يعلم في الوقت الحاضر، لا يستحضرها ولا يستذكرها، فيتوب إلى الله من كل ما علق به من ذنب وخطيئة في سالف أمره، وهو يعقد العزم الأكيد على أن لا يرجع إلى ما فيه مخالفة لأمر الله وما هو معصية لله، فيترك يعزم العقد أو يعقد العزم على أن لا يقترب في مستقبل حياته لأي أمر محرم، ثم يخرج ويتطيب في بدنه ويلبس الملابس الأخرى ذات الصفة المختلفة، يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ليس فيهما خياطة، إزار يلفه على جسمه وليس كالملابس التي تشبه تنورة النساء المخيطة، فهذه من محظورات الإحرام لأنها مخيطة، ويلبس رداء على كتفيه يغطي بهما أعلى جسمه، هذا هو الإحرام، هذا هو لبس الإحرام. ثم بعد هذا ينوي، إن كان الوقت وقت صلاة من فرض أو نافلة صلاها ثم نوى بعدها، والنية هي شرط من شروط الإحرام وهو شرط في كل عبادة، والنية ليست هي اللبس وإنما النية هي نية الدخول في النسك، فينوي الإنسان أنه دخل في الحج أو ينوي أنه دخل في عمرة، مثلما أنكم إذا أردتم أن تصلوا العشاء الآن عند تكبيرة الإحرام تنوون صلاة العشاء، وأنتم تعقدون العزم أنها ليست المغرب ولا الظهر ولا الفجر وليست نافلة وإنما هي فريضة العشاء، وكذلك بقية العبادات، فكل عبادة لا بد لها من نية، فينوي الإنسان الإحرام. إذا نوى الإنسان الإحرام تغير وضعه بالكامل وصار يحرم عليه أن يلبس مخيط، يحرم عليه أن يغطي رأسه إذا كان رجلا، ويحرم عليه الطيب وتقليم الأظافر والأخذ من شعره أو من أظفاره، ويحرم عليه الصيد، ويحرم عليه عقد النكاح، ويحرم عليه خطبة النكاح، ويحرم عليه النساء والاستمتاع بالنساء بجميع أنواع المتاع من الجماع وما دونه، كلها صارت محرمة الآن، قبل لحظات كانت حلال والآن صارت حرام. هنا مدرسة
هذا العمل الذي شعرت به بأن هذه الأشياء صارت عليك حراما في حين أنها قبل لحظات كانت لك حلالا، ما هو الذي وقر في نفسك وما هو الإحساس الذي أحسست به في هذه الحال؟ هل هذا العمل تعتبره تقاليد وروتين يعمله الناس، أم أنك تعتقد أن هذا الامتناع هو الخوف من الله، وأن العبادة التي تلبست بها يمنع فيها هذا الأمر فتمتنع عنها طاعة لله؟ هذا هو التوحيد. الحج ليس عبارة عن طقوس وعادات وتقاليد وروتين أو رحلة أو نزهة، لا، الحج عبادة. انشغال قلبك بالانكسار أمام الله وشعورك بأن الله تعالى يراك في كل موقف أو عمل أو فعل أو ترك، هذا هو التوحيد. شدة مراقبتك لله وإحساسك بأن هذه الأعمال يترتب عليها ثواب من الله والمخالفة يترتب عليها عقاب من الله، هذا هو التوحيد. إذن أنت عابد لله، أنت منقاد لله، أنت تعمل هذه الأعمال حباً لله ولطاعة الله واستسلاماً لأمر الله. فالإنسان بعد إحرامه يكون الأمر عنده مختلف عما كان قبل الإحرام. هو في هذه اللحظة ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه العبارة فكروا فيها وتأملوها، كلكم قالها وسيقولها في اليوم الثامن إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. لبيك اللهم لبيك يعني أنا أجيب نداءك ودعاءك وأستقيم على ذلك، ليس مرة أو مرتين أو عشر، بل دائما. لبيك يعني إجابة بعد إجابة مستمرة وغير منقطعة. لمن الإجابة؟ لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لا أقصد بهذه التلبية والإجابة أسمع الناس، ولا أقصد بهذا الكلام والفعل الذي أمارسه حديث الناس، وإنما أنا أقصد بهذا التعبد لله وحده لا شريك له، وما يحيط بي وما أتلبس به من نعمة، وأنا فرد من هذا الملك العظيم كله لك، فالحمد لك على هذه النعمة التي أوصلتنا إليها وبلغتنا إياها، ونحن وما نملك وكل ما نرى هو ملك لك، ولا يشترك معك فيه أحد، لا ملك من الملائكة ولا ولي من الأولياء ولا نبي ولا غيرها، إنما الأمر كله لله. يستمر الإنسان على هذه الحال، فإذا وصل إلى حدود مكة جاءت مسألة أخرى، وهي أنك انتبه، المناطق الأخرى لها أحكام، ومنطقة مكة لها أحكام أخرى، حدود الحرم حرم مكة له أحكام خاصة به. العشب الذي تراه في الأرض ليس لك أن تأخذ منه وتقطع وترمي، وهو عشب، عشب في الفيافي والقفار، ليس ملكا لأحد، ليس لك أن تقطع شجرة
وعصفور أو حمامة ليس لك أن تنفرها، وأرنب أو غزال ليس لك أن تشوش عليه، لأن هذا حرام، وسمي حرم من التحريم. أنت تستجيب لهذا الأمر لماذا؟ طاعة لله، ولا تفكر أن تؤذي شيئا في مكة، لأن مكة حرم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس يثبون إليه، وأنتم وثبتم الآن، أنتم وثبتم ووصلتم إلى مكة، وأمنا أن يأمن الناس فيه فلا يؤذى أحد ولا يضايق أحد، بل كل شيء فيه آمن، وكل أحد فيه لا بد أن يعمل على تحقيق هذا الأمن. فالله تعالى حكم بأن هذه البلدة ليس لأحد أن يشوش فيها بأي شيء من أنواع الأذى. نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، دخلها فاتحا وعلى رأسه المغفر، ولما أنه أمن الناس وكان من الأعداء الذين لا بد أن يتخلص منهم مجموعة من الناس تعلقوا بأستار الكعبة فأخذهم وقتلهم، قال للناس عليه الصلاة والسلام في الحال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يستحلن أحد بقتال رسول الله، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم أعيدت كحرمتها بالأمس، لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجر ولا ينفر فيها صيد ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فالطير آمن فيها والعشب آمن فيها والمال الجامد آمن فيها، فكل شيء يجب أن يكون آمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحلت له ساعة ثم حرمت إلى قيام الساعة، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، فلا يستحلن أحد بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الترخيص. هذا تنبيه إلى أنك أنت أيها الإنسان وأنت تشعر بهذا الشعور، تشعر بالتعبد لله في صيانة نفسك وحفظها عن أن يقع منها أي زلة أو غلط. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وبعض الصحابة كرهوا السكنى بمكة، لماذا؟ هل لأنها تضاعف الصلاة فيها بمائة ألف؟ أو لأنها فيها الطواف متاع في كل وقت؟ لا، وإنما خوفا من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم من دون الفعل بفعل المعصية في مكة تكتب عليك وتعتبر ملحدا، فكيف بحال من يفعل؟ فكانوا يكرهون أن يسكنوا في مكة وذهبوا إلى غيرها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم. يعني إذا صار
يريد أن يخاصم زوجته أو أحد من أولاده، قال اليوم نريد أن نذهب بكم رحلة خارج مكة، فإذا خرجوا عن حدود الحرم قال أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا، ويجب أن يكون عملكم كذا وعملكم كذا، وانتبهوا واحذروا، ثم يدخل هو وإياهم. الإنسان المحرم الذي دخل مكة وهو في حال إحرام ودخل الحرم وفي الأشهر الحرم في أقدس أحوال التحريم، فالحذر أن يقع منه معصية أو يقع منه مخالفة، كلمة نابية أو إذاء لأخيه المسلم أو تعاط لمادة محرمة من دخان أو غيره أو غيبة أو نميمة أو غيرها، فليحذر المسلم من هذه الأمور، وليكن على فهم وحيطة وإدراك لما هو عليه وما هو متلبس به. فهو في أقدس الأحوال وأجل الأمور، وهي الفرصة الذهبية الثمينة التي يجب على الإنسان أن يكون أشد ما يكون حذرا. هذا الحذر الذي يكون هو فيه هو تحقيق التوحيد، لأن هذا الخوف وهذا الاحتياط وهذا الانتباه كله من أجل الله، لا من أجل فلان ولا علان. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي من أجله عمل هذه الأعمال واحتاط فيها. إذا وصل الإنسان إلى مكة وكان في هذه الصورة وهو يعيش هذا المعنى، فإنه قد أنجز وحقق كثيرا من الخير لنفسه، وشعر بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل عليه وأكرمه ومنحه منحا عالية غالية لم يحصل عليها كثير من الناس، فأعانه على الوصول إلى هذا المكان، المكان المقدس، المكان المشرف، المكان الذي إذا صلى فيه الإنسان صلاة كان أجره أفضل من 100,000 صلاة. صليتم المغرب الآن كأنكم صليتم 56 سنة، وبعون الله وتيسيره سنصلي العشاء فيكون المغرب والعشاء 112 سنة من أعمارنا قضيناها في ساعتين في مكة. هذا الإحساس عند الإنسان والشعور يشعره بأن الله أكرمه وأن الله منحه زيادة في العمر، وكثير منكم سيبقى أكثر من نصف شهر هنا في مكة، وفي كل يوم 5 فروض، وهذا عدد كبير ستحصلون فيه على 100,000 في الأعمار من أعماركم، فبدلا من أن يكون عمرك 70 سنة صار بعشرات الآلاف أو 100,000 من السنوات مشغولة بماذا؟ وهذا هو الذي نسأل أنفسنا عنه الآن، فيما ستشغلون أنفسكم هذه المدة، مدة بقاؤكم في مكة؟ هل ستمر عليكم الأيام مثل الأيام في بلادكم، أم أنكم ستشعرون بأن الزمن ثمين جدا وأنه لا يصلح أن يستثمر إلا فيما هو نفيس، لأن العمل في هذه الأماكن والأيام ليس كغيرها، وأنتم ابتداء من اليوم قد اجتمع لكم فضيلتان، فضيلة الزمان وفضيلة المكان. الزمان هي 10 ذي الحجة التي بدأت من مغرب أمس، يعني الآن مضى عليها يوم وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
من هذه العشر؟ قالوا: وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الزمان في كل الدنيا، لكن أنتم تزيدون فضيلة المكان، وهو هذا البلد الذي الصلاة فيه 100,000، وتستطيعون أن تتعبدوا لله بجميع أنواع العبادات. فماذا خططتم لما تعملونه من الأعمال إلى أن تنتقلوا إلى مسائل المشاعر في يوم التروية؟ هل خططتم على أن يكون شغلكم كله طاعة لله، أم يكون فيه استرخاء وغفلة وتشهي في أكل لحوم البشر من الغيبة والنميمة أو تعاطي مخدرات يشغل الإنسان نفسه بتدخين، أو انشغال الإنسان في ما لا يعنيه، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يترفع عنها الإنسان؟ بل والمباحات ينبغي للإنسان أن يترفع عنها وأن يستثمر هذه الفرصة الثمينة في جلائل الأعمال، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يضيع من وقته شيء إلا في جلائل الأعمال، من قراءة القرآن، من الصلاة، من الذكر، من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، من الدعاء والتضرع إلى الله، من الطواف، وغير ذلك من الأمور. فيحافظ الإنسان على الفرائض ويكثر من النوافل من جميع أنواع العبادات المختلفة في هذه الأيام، لأنكم الآن في زمن ومكان يجتمع لكم فيه فضيلة الوقت وفضيلة المكان، فلا تضيعوا شيئا من ذلك. إذا وجد الإنسان، إذا كان الإنسان يشعر بهذا الشعور ويحس بهذا الإحساس، فإن هذا دليل على محبة الله له ورضا الله عنه. وإذا كان غافل وساهي ولاهي ولا يبالي بشيء، فإن هذا دليل على الحرمان، يخشى على صاحبه أن يكون مرفوض. والله تبارك وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكونوا من الذين يزيدهم الله في كل لحظة من الهداية، ويجدون من أنفسهم النشاط والرغبة والحب في المسارعة في الخيرات والبعد عن المحرمات. والله تبارك وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فينتبه الإنسان لنفسه ويحرص على أن يصون نفسه عن التفاهات وعن الأمور التي لا داعي لها، فضلا عن المحرمات التي تريدها المهالك وتوقعه في الويلات. ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يديم علينا وعلى بلادنا وعلى الحجاج والمؤمنين في كل مكان الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يصرف عنا وعن المسلمين في كل مكان كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.